الميليشيات التي تعمل خارج إطار الدولة والقانون عادت من جديد بهجماتها الصاروخية على قواعد العراق العسكرية، وتحديدا نتحدث هنا عن قاعدة عين الأسد العراقية التي تمت مهاجمتها ليلة يوم أمس. تفاصيل هذا الهجوم هو جاء من قبل هذه الميليشيات بستة صواريخ جراد من نوع طبعا 122 ملم، توجهت مباشرة إلى قاعدة عين الأسد. هنا قاعدة عين الأسد بكل تأكيد، وهذه الصواريخ على الرغم من أنها ستة صواريخ إلا أنها لم تصل إلى أهدافها وسقطت خارج أسوار هذه القاعدة، وبالتالي لم تحقق الكثير، لم تكن هنالك أي عملية تأثيرات قتلى أو جرحى أو خسائر بأي شكل من الأشكال، بل بسبب أنها سقطت خارج القاعدة وبحسب مصادرنا الخاصة بأنها كانت متوجهة مباشرة إلى مكان تواجد الجنود العراقيين وليس مستشارية التحالف الدولي، الأمر لم يحقق الكثير بالنسبة إليهم. وحتى أن المنظومات الدفاعية مثل منظومة السيرام ومنظومة الأفنجر لم تعمل بأي شكل من الأشكال، وبالتالي هذا هو كان ملخص العملية التي قامت بها الميليشيات يوم أمس. وبحسب مصادر خاصة أطلعتنا على المنصة وعلى المنطقة التي استخدمت في عملية إطلاق هذه الصواريخ الجراد التي نتحدث عنها، والمنطقة تأتي قريبة وإلى جنوب حديثة وتحديدا إلى جنوب مصفى حديثة. دعونا نتوجه إلى القمر الصناعي لكي نطلع على هذه التفاصيل التي هي تعرض لأول مرة على الإطلاق في قناة التغيير الفضائي وفي برنامج رأس السطر. لن تجد هذه التفاصيل إلا هنا بكل تأكيد، وهي تعرض لأول مرة. هنا كما ترون قاعدة عين الأسد، وهذه هي المنطقة التي انطلقت منها الصواريخ بهذا الاتجاه. عند الاقتراب منها بالقمر الصناعي وبهذا الشكل وبهذا الوضوح، سنأخذ عددا من العلامات لكي نتعرف تماما على المنطقة التي انطلقت منها. هذه هي منطقة الحقلانية بأكملها بهذا الاتجاه، وهنا طبعا مصفى حديثة، كل هذا يعتبر مصفى حديثة. وبالنسبة لهذه المنطقة كما ترون فإن هذه هي محطة لتزويد الوقود بهذا الاتجاه، تأتي على الطريق. المنطقة التي نتحدث عنها هي تأتي من محطة الوقود تقريبا بمسافة نصف كيلومتر، وكذلك من الطريق تأتي على مسافة ما يقارب 250 مترا أو أكثر قليلا. المنطقة التي انطلقت منها الصواريخ ومنصة إطلاق الصواريخ كانت قادمة من هذه المنطقة تحديدا. دعونا نقترب منها قليلا فقط لنرى هذه المنطقة. الواضح جدا أن المنطقة قد تم اختيار المكان هذا بعناية كبيرة جدا. عند الاقتراب بالقمر الصناعي بهذا الشكل سنجد بأنها مساحة مفتوحة بكل تأكيد، وهي واضح جدا بأنها صحراء، ليس هنالك كثير مما يمكن ملاحظته في هذه القضية. ولكن عندما نلقي نظرة على المنصات التي استخدمت في عملية إطلاق الصواريخ والتوجه إليها مباشرة، سنجد بأننا أمام ستة منصات بهذا الشكل، هي ستة صواريخ كما تحدثنا. وبالتالي بأخذ عدد من العلامات، العلامات صعبة، هي طبعا بكل تأكيد هنالك تمت في ليلة يوم أمس وهي في وقت متأخر. وبالتالي نلاحظ هنا بهذا الاتجاه إلى اليسار أن المنطقة مفتوحة تماما، وبهذا الاتجاه الذي انطلقت الصواريخ باتجاهه هو اتجاه قاعدة عين الأسد تأتي بهذا الشكل، وبالتالي إلى الشمال المنطقة مفتوحة. بصورة أخرى توضح لنا أن المنطقة ليست مفتوحة 100%. سنلاحظ بأننا أمام منطقة فيها مبنى، هنا حائط، هنا حائط بهذا الاتجاه، وهذه هي عملية التوجه للصواريخ من هذه المنصة، وكما تحدثنا من هذا الاتجاه المنطقة مفتوحة بكل تأكيد. وعلى هذا الأساس عندما نلقي نظرة على القمر الصناعي مرة أخرى ومع مطابقتها بهذه الصور، وحاولنا أن نحدث هذه الصورة فقط لنرى أين هذا المبنى بكل تأكيد، بتحديث هذه الصورة وأخذ آخر صورة للقمر الصناعي سيظهر لنا هذا المبنى بهذا الشكل الذي تلاحظونه عند الاقتراب من هذه المنطقة تحديدا. وأخذ التفافة بسيطة إلى اليمين مع الاقتراب قليلا من هذه المنطقة كما تلاحظون، سنلاحظ بأن هذه المنصة هي كانت على ما يبدو بأنها خلف هذا المبنى الذي نراه، وهذا هو الحائط، وهذا هو الحائط الآخر الذي يأتي بهذا الاتجاه. المنصة طبعا متوجهة بهذا الشكل، وهذه المنطقة المفتوحة، وقد تكون فعلا هي موجودة بحسب هذه الصورة التي رأيناها. المنصة قد انطلقت بهذا الاتجاه إلى قاعدة عين الأسد، ولكن بشكل عام وما هو مؤكد من مصادرنا الخاصة هذه المنطقة بشكل عام هي كانت منطقة الانطلاق. وبالتالي وعلى هذا الأساس هذه الفصائل المسلحة قامت بإطلاق هذه الصواريخ بهذا الشكل إذا ما أخذنا موقعهم مباشرة إلى قاعدة عين الأسد. وبالتالي هذه المسافة، وبالعودة إليها قليلا ونحاول أن نعود فقط لنؤكد المسافة، وهذه قضية مهمة يجب أن ننتبه إليها بكل تأكيد. وبالتالي بأخذ الصورة مرة ثانية بالارتفاع مرة ثانية
بالقمر الصناعي لكي نلاحظ هذه الملاحظات المهمة التي نريد طبعا أن نركز عليها. فسنلاحظ بأن هنالك قضية مهمة بالنسبة لهذه المنطقة. المنطقة كما تحدثنا هي أتت بهذا الاتجاه. هذه الصواريخ وصواريخ الجراد 122 ملم اضطرت أن تقطع أكثر من 25 كيلومترا بهذا الاتجاه. وهذا قد يفسر لماذا هذه الصواريخ سقطت خارج القاعدة كما نتحدث الآن. وبأن صواريخ الجراد ممكن أن تصل إلى 20 كيلومترا، ممكن أن تصل إلى 40 كيلومترا، تتراوح بالنسبة لهذه المديات. ولكن واضح أن المدى كان صعبا بالنسبة لهذه الصواريخ لكي تصل إلى هذه المنطقة. ولكن دعونا نذهب إلى قاعدة عين الأسد لكي نفهم أين هو تواجد وأين مستشاري التحالف الدولي متواجدين في هذه القاعدة، وأين هي القوات العراقية تحديدا التي نتحدث عنها بالاقتراب من هذه القاعدة وبأخذ صورة أوضح من القمر الصناعي بهذا الشكل. فإن هذه المنطقة هي كلها تعتبر منطقة تواجد للقوات العراقية بشكل عام. بالعودة مرة ثانية للقمر الصناعي قليلا فقط لنركز على هذه المنطقة، فبالتالي هذه المنطقة كلها منطقة تواجد للقوات العراقية، منطقة تواجد مستشارية التحالف الدولي بحسب مصدرنا الخاص بكل تأكيد هم يتواجدون في هذه المنطقة تحديدا التي ترونها. هم يتواجدون في هذه المساكن، في هذه المنطقة، وفي هذه المنطقة كذلك، وهم متواجدين في هذه المنطقة وأيضا في هذا الاتجاه. وبالتالي هذه هي المنطقة بشكل عام التي يتواجد فيها مستشارو التحالف الدولي، وبالتالي مستشاري التحالف الدولي هذا هو التواجد. وباقي هذه القاعدة كلهم عبارة عن جيش عراقي وقوات عراقية، ليس هنالك جنودا أمريكيين، كلهم مستشارين بشكل مباشر. وما يؤكد هذه المعلومة التي نتحدث عنها هو إذا ما قارنا هذه الصورة بصورة الاستهداف الإيراني الذي تم العام الماضي أو عفوا قبل عامين انتقاما للقائد الإيراني المهم الجنرال قاسم سليماني وعملية الاغتيال التي تعرض إليها. سنلاحظ بأن النقاط والتأشيرات كلها في هذه النقاط الاستهدافات الإيرانية بالصواريخ البالستية كانت قادمة تقريبا على نفس النقاط التي أشرت إليها، لأن هذه المناطق فيها مستشارية التحالف الدولي، وبالتالي الاستهداف كان واضحا وما يؤكد هذه المعلومة التي طبعا وضحناها لكم بكل تأكيد. وبالتالي بالنسبة للقوات العراقية بوجودها ولماذا هذه الصواريخ كانت هي خطيرة على القوات العراقية فعلا، سنلاحظ بهذا الاتجاه وبالتركيز على هذه المنطقة سنلاحظ أن فعلا التواجد العراقي الكبير الذي يأتي هنا مع سقوط الصواريخ تقريبا بهذه المنطقة هي كانت خطرة. لو تعدت الكيلومترات التي كانت تفقدها وفقدتها أثناء الهجوم كان من الممكن أن نرى خسائرا في أرواح الجنود العراقيين، وكان من الممكن أن يكون أمرا مؤسفا للغاية بكل تأكيد. وكانت هنالك أساسا وتحصلنا من مصادرنا الخاصة عن صور حصرية للصواريخ الجراد التي استخدمت في هذه العملية، وهي أيضا تعرض لأول مرة هنا على قناة التغيير الفضائية. وكما تلاحظون بهذا الشكل هذه هي الشظايا التي تعرض لأول مرة على الشاشات لصواريخ الجراد التي استخدمت ليلة يوم أمس. كما تلاحظون هذه صورة أخرى لهذا الصاروخ الذي واضح جدا أنه سقط خارج القاعدة في منطقة مفتوحة، وهنا طبعا هذه مناطق الإمباكتس والتأثير والضربات التي جاءت. هذه أيضا صورة أخرى لهذه الصواريخ التي نتحدث عنها، وبالتالي هذه أيضا الصورة الأخيرة لشظايا الصواريخ الجراد التي لم تحقق أهدافها بأي شكل من الأشكال. المثير بهذا الأمر أن قاعدة عين الأسد تتعرض إلى الكثير من الضغط في الفترة الأخيرة. يعني إذا ما أخذنا على سبيل المثال هذه المنطقة، طبعا هذه قاعدة عين الأسد، نحن نتحدث عن هذا الهجوم الذي جاء من على مسافة أكثر من 25 كيلومترا بستة صواريخ جراد كما تحدثنا. ولكن المثير قبل أسبوعين كانت هنالك طائرة مسيرة مفخخة، هذه الطائرة المسيرة هي طائرة واحدة كانت قادمة من معسكر سبايكر مباشرة، انطلقت ووصلت إلى بحيرة الثرثار. هذه هي بحيرة الثرثار، وبعد ذلك وهي متوجهة إلى قاعدة عين الأسد، وبسبب أنها ليست مرخصة ليس هنالك أي تخويل لهذه الطائرة بالتوجه بهذا الاتجاه، وهي كانت طائرة حربية متوجهة باتجاه واحد وكانت مفخخة، منظومات الدفاعية والمنظومات الدفاعية الموجودة في القاعدة تمكنت من اصطياد هذه الطائرة. وكذلك في 30 من أبريل الماضي نهاية الشهر الماضي كان هنالك أيضا هجوما بنفس الصواريخ، صواريخ الجراد 122 ملم، نتحدث عن صاروخين جراد أو صاروخين من صواريخ الجراد انطلقت من هذه المنطقة وهي هيت على مسافة ما يقارب 34 كيلومترا وسقطت
أيضا خارج القاعدة بل على بعد 3 كيلومترا من هذه القاعدة، وبالتالي لم تحقق أي شيء، لم تقتل أحد، لم يجرح أحد، ليس هنالك خسائر. المنظومات كذلك الدفاعية لم تعمل بسبب أن هذه الصواريخ لم تحقق الأهداف التي كانت تهدف إليها. ولكن القاعدة بشكل عام واضح جدا بهذه المسافات التي نتحدث عنها وبتقارب أوقات الهجوم والأزمنة توضح بأن القاعدة فعلا تحت الخطر، وممكن في أي لحظة بصواريخ الجراد أو الطائرات المسيرة أن تصاب هذه القاعدة، رغم النجاحات الكبيرة لمنظوماتها الدفاعية على الأقل خلال عام 2022. المثير أن الهجمات التي تحدثنا عنها التي جاءت اليوم بستة صواريخ جراد من هذه المنطقة التي أشرنا إليها وكذلك من قضاء هيد، هي قادمة من فصيل واحد هو الذي تبنى هاتين الهجمتين. وهذا الفصيل الذي نتحدث عنه الذي تبنى الهجمة التي تمت يوم أمس هو فصيل المقاومة الدولية. بهذا الشكل على التليجرام بقناتهم الخاصة بعد نصف ساعة من هذا الهجوم في الساعة 11 مساء بتوقيت بغداد اعترفوا طبعا وتحملوا مسؤولية هذا الهجوم الذي جاء كما تلاحظون بستة صواريخ نوع جراد 122 ملم. وكذلك الهجوم الذي تحدثنا عنه في 30 أبريل الماضي هو أيضا تبنوه بهذا الشكل في قناتهم الخاصة على التليجرام بكل تأكيد. وهذه المجموعة أساسا هي ظهرت في الأول من أبريل، في شهر أبريل من العام الماضي من عام 2021، وكانت الاستهدافات التي تقوم بها ويقوم بها هذا الفصيل تحديدا هو ضد الأرتال اللوجستية. لم يكن يركز بضربات الصواريخ أو غيرها، ولكن ها نحن نرى هذه المجموعة تتبنى هجمات بالصواريخ بكل تأكيد كما نتحدث الآن، وقد نرى المزيد من هذه المجموعة ومن هذه الفصائل المسلحة التي يعتقد بشكل أكيد بأنها موالية لإيران. ولكن الأهم من هذه المسألة وما ينظر إليه، لماذا تم هذا الهجوم؟ هذا الهجوم يأتي بتوقيت مثير للغاية، هو يأتي بعد 6 أيام فقط من إعلان كبير جاء في الداخل الإيراني لاغتيال هذا الرجل العقيد حسن صياد خدائي، وهو من أهم القادة في فيلق القدس الإيرانية التابع للحرس الثورية الإيراني، اغتيل أمام منزله من قبل مجهولين. والمثير أن قبل ساعات من الهجوم الذي نتحدث عنه الذي جاء على قاعدة عين الأسد بستة صواريخ جراد كما تحدثنا، جاء بعد ساعات من إعلان قائد الحرس الثورية الإيراني حسين سلامي أعلن بشكل مباشر بأنهم يريدون الانتقام لخدائي وسينتقمون لخدائي. وشهدنا الضربة التي جاءت يوم أمس، 6 أيام من الاغتيال، اليوم السابع كانت الضربة ألا وهو يوم أمس على قاعدة عين الأسد بشكل مباشر. والإيرانيون يظهرون الكثير من التحدي اليوم للولايات المتحدة الأمريكية وللغرب بشكل عام في ظل التشدد وفي ظل وضع صعب بالنسبة للمفاوضات النووية. عرض طبعا الحرس الثوري الإيراني وإيران بشكل رسمي عملية قرصنة أو عملية ضبط الحرس الثوري الإيراني لهذه الناقلات، ناقلتين من الناقلات اليونانية للنفط ضبطوها بهذا الشكل وأعادوها إلى الأراضي الإيرانية، بعدما قامت الولايات المتحدة الأمريكية بنفس الشيء تجاه إحدى الناقلات النفطية الروسية التي كانت تحمل نفطا إيرانيا صادروها. وبالتالي الإيرانيون واضحون، تصادرون سفينة واحدة سنصادر ناقلتين وليس لدينا مشكلة في عملية المواجهة. ورغم هذا التحدي الكبير الذي نتحدث عنه والقوة الإيرانية الواضحة عن طريق فصائلها أو عن طريقها، لأن إيران تعاني على المستوى الداخلي هنالك مشكلة حقيقية جدا. تظاهرات حتى ليلة يوم أمس في أبادان، في الأحواز، في الكثير من هذه المناطق الموجودة في إيران بسبب ارتفاع الأسعار بشكل كبير للغاية على المواطن في المواد الأساسية، وليس هنالك توقف لهذه التظاهرات. الواضح بأن هذه التظاهرات تريد أن تصل إلى شيء، وبالتالي إيران تحت الضغط في مسألة المفاوضات النووية، خاصة وأن إيران إنتل أو إيران إنترناشنال وضحت قبل 24 ساعة بأن الدولار الأمريكي الواحد أصبح يعادل وأصبح التصريف الخاص به يساوي 31,000 تومان إيراني، وهذه تعتبر النسبة الأعلى منذ 6 أشهر، عملية الكونفيرجن الأعلى منذ 6 أشهر بالنسبة للتومان الإيراني. بالتالي ضغط عالي جدا على إيران في هذه المسألة، وهي بحاجة لنجاح المفاوضات النووية للتخفيف من هذا الضغط الذي نتحدث عنه بكل تأكيد. المشكلة أن الضغط هذا يزداد مع تقرير صادر من الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوم أمس بهذا الشكل، وهي بدأت تضغط الوكالة الدولية للطاقة الذرية على مسألة تزعج إيران كثيرا. والمسألة التي تتحدث عنها الوكالة الدولية للطاقة الذرية الآن بحسب هذا التقرير الذي صدر من رويترز،
هي أبلغت إيران بأن عليك يا إيران أن تجيبي على 3 مواقع التي وجدنا فيها جزيئات اليورانيوم في إحدى السنوات الماضية. في السنوات الماضية وجدوا في 3 مواقع جزيئات لليورانيوم. هذه المناطق لم تصرح بها إيران بأي شكل من الأشكال، وبالتالي بدأت الوكالة الدولية للطاقة الذرية تشتكي على هذا الموضوع. يا إيران إن لم تجيبي على هذه القضية فاعتبري أن هذه المفاوضات النووية والاتفاق سيكون في خطر كبير للغاية. وأيضا أضاف هذا التقرير بأن إيران الآن تتقدم، لا زالت تخصب اليورانيوم بنسبة 60%، نسبة عالية للغاية، بل إنها وصلت بحسب الوكالة الدولية للطاقة الذرية وصلت الآن وتمتلك 43.1 كيلوغراما من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، وتعتقد بأن إيران الآن وصلت إلى المرحلة التي ستمكنها من الوصول إلى القنبلة النووية في ظل تخصيب يورانيوم بنسبة 60%. هم يتحدثون عن التسليح النووي، هذه القضية كافية. ولكن هنالك دبلوماسي رفيع صرح إلى رويترز، أكد بأن إيران لا زالت بحاجة لكي تصل إلى 55 كيلوغراما من اليورانيوم المخصب بنسبة 60% من أجل الوصول إلى القنبلة النووية، لأن سيكون هنالك إهدارا بنسبة 60% مع هذه الكمية التي نتحدث عنها، سيكون هنالك إهدارا لبعض اليورانيوم أو كميات اليورانيوم، وبالتالي لا زالت إيران بحاجة للوصول إلى هذا الرقم للوصول إلى القنبلة النووية، والتي ستكون كارثة بكل تأكيد. ولكن إيران رفضت التعليقات القادمة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأي شكل من الأشكال، واعتبرتها بأنها غير منصفة بأي شكل من الأشكال. وهذه القضية ثبت بحسب الـ Wall Street Journal قبل 48 ساعة بأنها قضية رئيسية في مسألة المفاوضات النووية، وهذا ما نشرته دبلوماسيون غربيون. قالوا إيران حذرت سرا من أنه إذا لم يغلق أو يغلق مجلس إدارة الوكالة الدولية للطاقة الذرية تحقيقاته فقد يعرقل التقدم في استعادة الصفقة، وبالتالي لم تغلقوا هذا التحقيق، لم تغلقوا شيئا، وهذا سيعرضكم إلى مشكلة حقيقية، ونحن من سنعرقل هذه المسألة. والواضح وهنا اللوم يذهب على إيران بشكل مباشر، وبالتالي ليست قضية الحرس الثوري الإيراني هي الوحيدة في عملية إغلاق الطريق على المفاوضات النووية ونجاحها، بل إننا أمام هذه المواقع الخطيرة التي تتحدث عنها الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتضغط من أجلها.